مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنقدم لكم طلاب السنة الأولى ثانوي جذع مشترك علوم تجريبية شرح مبسط نص علمي حول الوتيرة التنفسية والقلبية، زائد نص علمي يوضح إدماج المعلومات في المراكز العصبية أثناء الجهد العضلي، زائد ملخص تأثير الجهد العضلي على الوتيرة التنفسية والقلبية ودرس الحركة الذاتية للقلب، وكذلك تأثير النظام العصبي الإعاشي، علل الوتيرتين التنفسية والقلبية. أهم المفاهيم الأساسية لفهم درس تأثير الجهد العضلي علي الوتيرة القلبية والتنفسية، زائد نموذج اختبار الفصل الثالث مع الحل في مادة العلوم الطبيعية. شاهد الفيديو للنهاية ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. قناة ثقافة قلم يوتيوب. أولاً، نص علمي حول آلية تنظيم الوتيرة القلبية والتنفسية. مقدمة: خلال الجهد العضلي تتكيف العضوية استجابة للجهد العضلي عن طريق زيادة الوتيرة القلبية والتنفسية. فكيف يتم ذلك؟ العرض: خلال النشاط البدني المكثف تستهلك الخلايا خاصة العضلية غاز O2، مما يؤدي إلى انخفاضه في الخلايا، فتتنبه بذلك المراكز العصبية المسرعة للوتيرة القلبية CCA ليرسل رسائل عصبية مسرعة للوتيرة القلبية عبر العصب الودي القلبي، مؤدية إلى زيادة ضربات القلب وبالتالي ضخ الدم وتزويد الخلايا بالO2، وبالمقابل يتنبه المركز التنفسي CR في البصلة السيسائية، فيرسل رسائل عصبية عبر الأعصاب التنفسية إلى العضلات التنفسية، العضلات بيضلعية، عضلة الحجاب الحاجز، مؤدية إلى تغير النشاط الإيقاعي الخاص بها، فتتقلص مؤدية إلى زيادة حجم القفص الصدري وحدوث الشهيق. أما استرخاؤها يسمح بنقص حجم القفص الصدري وحدوث الزفير. الخاتمة: نستنتج أنه يتم تنظيم التنسيق بين مختلف هذه الوظائف الحيوية من خلال إدماج المعلومات العصبية الواردة إلى المراكز العصبية. ثانياً، نص علمي يوضح إدماج المعلومات في المراكز العصبية أثناء الجهد العضلي. تتحكم المراكز العصبية في الوتيرة القلبية والتنفسية أثناء بذل مجهود عضلي، فكيف يتم إدماج المعلومات في المراكز العصبية أثناء ذلك؟ عند زيادة شدة النشاط العضلي تبدأ العضلة في استهلاك كمية أكبر من الأكسجين وطرح CO2 بشدة أكبر، بالتالي فإن كمية الجلوكوز والأكسجين تتناقص في الدم لاستهلاكها من طرف العضلات. ينجر عن ذلك تنبيه للمراكز العصبية، يتنبه المركز العصبي التنفسي المنطقة R من البصلة السيسائية، لذاك النقص ما يسبب نقل رسائل عصبية عبر العصب التنفسي ونحو العضلات البيضلعية وعضلة الحجاب الحاجز، غرضها تقلص هذه العضلات مسببة ازدياد عدد الحركات التنفسية الوتيرة التنفسية، وبالتالي إدخال أكبر كمية من O2 إلى الدم. في نفس الوقت تتحسس القوس الأبهرية لزيادة السيوتون في الدم، فترسل رسالة عصبية حسية مثبطة عبر عصب السيون نحو المركز المبطئ لضربات القلب بالبصلة السيسائية، مسبباً تثبيط عمله كمبطئ لضربات القلب. كذلك يتنبه المركز المسرع لضربات القلب، فيرسل رسائل عصبية عبر عصب الودي بالنخاع الشوكي نحو القلب، مسبباً تسارع لضربات القلب، تسريع الوتيرة القلبية، سامحة بذلك بضخ أكبر كمية من الدم المزود بالO2 والغلوكوز نحو العضلات، والتي تستعمله في إنتاج الطاقة اللازمة للنشاط العضلي. ينجر عن زيادة النشاط العضلي تسارع للوتيرتين القلبية والتنفسية بتحكم من المراكز العصبية. ثالثاً، ملخص شرح مبسط للتوضيح أكثر للقلب وظيفة ذاتية يؤمنها نسيج قابل للتنبيه يدعى النسيج العقدي المتواجد على ثلاثة مستويات: أعلى الأذين الأيمن العقدة الجيبية، أسفل الأذين الأيمن العقدة الحاجزية، وعلى مستوى البطينين حزمة هيس. تكون الوتيرة القلبية للقلب الوظيفي محصورة بين 75 إلى 70 دقة في الدقيقة، بينما تصل إلى حدود 110 دقة في الدقيقة في القلب المعزول، وهذا دليل على أن الوتيرة القلبية تكون تحت تحكم جهاز معين. ينظم الجهاز العصبي الإعاشي الوتيرة القلبية، ويتكون هذا النظام من النظام العصبي قرب الودي، حيث المراكز العصبية تقع في البصلة السيسائية، النظام العصبي الودي حيث المراكز العصبية تقع في المناطق الرقبية والظهرية والقطنية للمادة الرمادية من النخاع الشوكي،
تتكون الطرق الودية من الأعصاب الودية. تتكون الطرق العصبية قرب الودية أساساً من الأعصاب الرئوية المعدية، حيث تنتقل الرسالة العصبية عبر الأعصاب القلبية انطلاقاً من مراكز تنظيم القلب في البصلة السيسائية. يتحكم المركز التنفسي للنظام العصبي الإعاشي للبصلة السيسائية في النشاط الإيقاعي للعضلات التنفسية. والآن أعزائي الطلاب، نشاهد ملخص تأثير الجهد العضلي على الوتيرة القلبية والتنفسية وتمارين. والآن سنشاهد أهم المفاهيم الأساسية لفهم درس تأثير الجهد العضلي على الوتيرة القلبية والتنفسية. والآن نشاهد نموذج اختبار للمقطع الذي يخص تأثير الجهد على الوتيرة القلبية، الحركة الذاتية للقلب، الجهاز الأعاشي، بنية العصب، علوم طبيعية أولى ثانوي. شرح آلية تزامن تكييف الوتيرتين القلبية والتنفسية خلال الجهد العضلي. تتمثل المراكز العصبية في المركز المسرع لضربات القلب CCA والمركز المبطئ لضربات القلب CCF والمركز التنفسي R. تتمثل الطرق العصبية في الأعصاب الودية وقرب الودية والتنفسية. يؤدي ارتفاع CO2 أو نقص O2 بفضل النشاط العضلي إلى E10 تحسس المركزين. المركزين العصبيين، مركز التنفس R في البصلة السيسائية، فتتسارع الرسائل العصبية إلى العضلات التنفسية، عضلة الحجاب الحاجز وعضلات البيضلعية عبر العصب العاشر، فيزداد نشاط الرئة والوتيرة التنفسية. والمركز المسرع الضربات القلب CCA، فتتسارع الرسائل العصبية عبر الأعصاب الودية إلى القلب لزيادة الوتيرة القلبية، فبذلك يزداد تركيز O2 يف